مع واحد من أهم اللعيبة في تاريخ الأهلي. هو الحقيقة فنان سواء داخل الملعب أو بره الملعب، الحقيقة كان ليه دور كبير مهم جدا في الملعب، وليه دور كبير مهم قوي في السينما تحديدا. احنا معانا ومشرفنا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم. أهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، ميرسي قوي على التقديم الجميل. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وكابتن مصر. كابتني حبيبي. ازاي حضرتك؟ منور الدنيا يا منور. منورنا ومشرفنا في البيت الكبير يا كابتن. بيتك بقى بيتك. فعلا هو البيت الكبير بصراحه. بيتك يا كابتن. هو البيت الكبير في كل وقت وفي كل اوان. هو نادي الاهلي الجميل، نادي قرن. ان انا ابقى موجود معاكم لازم ابارك لكم الاول. وكل سنه وانتم طيبين. وحاجه فخر بجد لاي حد ينتمي للقلعه الحمراء يعني. فانتوا كمان منورين الدنيا بصراحه. ميرسي. شكرا. شكرا. عندنا كلام كتير قوي وكواليس كتير قوي يا كابتن، بس حابين ابدا مع حضرتك من البدايه خالص، البدايه قبل حتى انتقال للنادي الاهلي. فكره انك بتلعب كوره، فكره انك لعبت في الشارع، فكره كمان انت عارف يا كابتن برضو زمان يعني على ايامنا كان الاهالي وكان الناس تقول لك سيبك بقى من الكوره وابعد عن الكوره، خليك في دراستك. يعني قول لنا الجزئيه ديت مريت عليها ازاي. مريت زي اي حد الحقيقه، في الشارع يعني، بس كنت متصيط يعني. متصيد ده من زمان بقى. طيب كان عندنا، كنت في حي العجوزه، فكان عندنا احمد عبد الحليم بتاع نادي الزمالك ربنا يديه الصحه يعني، واخواته كلهم هم كانوا الحكايه كلها في المنطقه يعني، حريفه قوي في كره الشراب. كره شراب بقى. حريفه بشكل غير عادي يعني. فلما انا اروح العب ضدهم واعمل فرقه انا وشريف جاري وماهر ومش عارف ايه ونكسبهم، فكانت موضوع كبير، معجزه بقى. كان مجدي عبد الغني ده بيجي بقى ايه، كانش لسه كان في لعيبه كوره كمان، كان ساكن جنبي يعني. مجدي كان الشارع اللي بعديهم، واحنا كلنا كده في منطقه واحده. فمجدي حتى ما كنتش لسه اعرفه لما رحت النادي الاهلي يعني، فكان يجي يتفرج علينا كده ومش عارف ايه. فابتدت من هنا. اول ما اتصيدت بقى كسبت احمد عبد الحليم وعملت الصيد ده في العجوزه، ابتدت الناس تتطرق ان انا اروح العب في الزمالك، اروح العب في الاهلي. فكانت ليا فرصه كبيره قوي ان انا العب في النادي الاهلي عن طريق المدرس بتاعي بتاع الالعاب الرياضيه اللي في المدرسه. خدني لعبت في منتخب مدارس، فجات لي كوره كده انا ما اقصدش يعني، بموه بجسمي كده وبعدين بلف ما لقيتش حد غيري مني للجول. رحت رايح لوحدي وجايب جول. قال لي تعالى انت بتلعب في نادي ايه؟ قلت له انا بلعب في نادي ولا اي حاجه ولا عايز العب في نادي. فعلا ما كانش في دماغ حضرتك يعني. لا. شمال خالص. وعندنا زي ما قال هاني كده دراسه. يعني ايه تلعبي كوره الساعه 8 لما كنتيش في البيت؟ تبقى مشكله بالنسبه لنا احنا يعني، تبقى مش العصايه، الخرطوم يترفع. خرطوم والحزام وعصايه. مفيش حاجه اسمها كوره ايه وبتاع. بس انا قريت تصريح لحضرتك بتقول فيه ان والدتك بالذات هي اللي قالت لك لو ما لعبتش كوره يعني ما تلعبش غير في الاهلي. ده في الاخر يعني بقى انا ببطل ده بقى. دي بقى بجد يعني، دي فتره بقى متاخره جدا يعني. لا ده بقى انا ببطل بقى يعني لما اتعرض عليا عروض كتير بقى. كنت انا عملت حادثه كبيره. فلعبت 3-4-5 سنين بعد الحادثه، وجاء الوقت بقى خلاص بيعمل دم جديد ريفريشمنت بقى للفريق، وبيخش حسام حسن وبيجي هاني بقى وبيجي الدنيا كلها، كل واحد بيسلم. انا ما لحقتش حضرتك كابتن. لا يعني حتى وقفت ما لحقتش. لا انا اللي اتفرجت عليك جوه بره مصر. بس انا اتفرجت عليك انت 89 انت اول تمرين، ابتديت على طول انت على كاس العالم محايد. بالظبط. فوالدتي قالت لي لما اتعرض عليا نادي الزمالك، قالت لي كلامك يعني انت بتقول، لا اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته ثانيه. انا كمان كنت يعني ايه جوزاء يعني، انجح في اي حاجه زي ما انت قلتي، اخش بقى في فن، اخش في جوزاء، ديكور، اخش في بيزنس، اخش في قضيت حياتي كلها بعدم ان انا استطيع ان اي حد يقول ان انا فشلت او اي حاجه. لا طبعا حياتك طبعا كابتن انت على فكره، وانا واحد من ضمن صفوف جماهير النادي الاهلي بحبك جدا على المستوى طبعا الفني وعلى مستوى الشخصي. حضرتك طبعا صديق عزيز يعني كابتن. انت بالنسبه لي طبعا انت عارف انت ربنا يخليك قلبي يعني حبيبي. طيب هنرجع تاني للاول طبعا. خلاص انت قلت انت نفسك ما كنتش بتفكر ان ابقى لعيب في نادي لغايه لما الاستاذ ده وداني النادي الاهلي. مدرس المدرسه. وعجبتهم في النادي الاهلي، وعم جمعه الله يرحمه مضاني استماره كده ومشيت تاني، ما بقتش اجي تاني. ما رحتش بعد ما مضيت الاستماره؟ بعد ما مضيت ما رجعش اهلي. طبعا بتروح فين بتيجي منين؟ ما وبعدين رحت ماتش كان فرقتنا هتلعب الزمالك، فاتفرجت على الماتش عجبتني الحكايه والجماهير ومش عارف
الفريق الاول هنلعب الزمالك، فانت رحت اتفرج. فجالي كابتن عوضين الله يرحمه قال لي شفت انت كنت تبقى موجود النهارده كان هيبقى لك وضع تاني. هم اول ماتش خدني قال لي انت تيجي يوم الاربعاء تتمرن، اتمرنت قال لي يوم الجمعه تبقى هنا، رحت معاهم يوم الجمعه لعبت في قدام نادي الجزيره، شال السنتر فيرود اللي هو الاساسي خالد الجندي انا فاكره يعني صاحبي لحد دلوقتي، وحطيني انا وجبت جول اول جول ما شاء الله. ورجعت تاني وابتديت اتمرن بقى مع ال... قلت لهم ايه بقى في البيت؟ ما بقولش حاجه خالص يعني قعدت الفتره دي كلها بحب بروح اتمرن وتلعب ماتشات ما بروحش المدرسه كمان ايه المدرسه بعت الجوابات الباشا ما بيجيش استدعاء ولي امر امي جابتني من وانا نازل من عربيه النادي الاهلي رايحين لعب الترسانه، جابتني وانا نازل من العربيه قلت لي يلا تعالى عوضيني يتحايل عليها ما يتحايل مفيش الكلام ده عندي، مش هناخد بقى تاريخ الحاجات دي كتير. لا بالعكس ده 11 سنه خدت الدوري ده وجي كابتن سايس مسك وكابتن عوضين راح مسك على 18 سنه بقى فيه امر واقع دلوقتي مالكيش دعوه احنا هنخليه يهتم بالدراسه وما اعرفش ايه، وبالصدفه نجحت سنتها. طب ما شاء الله. وده يمكن اللي خلاهم بقى يكملوا معاك في موضوع الكره تشجعوا يعني. اسكتي عليا شويه. ايوه في برضه رياضه والنادي الاهلي وفي اهتمام شويه وبعد كده بقيت العب 16 سنه لكن لسه ليا 16 سنه كمان سنه. بتلعب 16 سنه و18 سنه مع الكابتن عمر. ما خلصتش السنه دي بقيت بلعب 16 و18 و21 سنه مع الكابتن جوهر. ابتدوا يهتموا بيا جدا يقولوا ده هيبقى بروميسنج يعني. ابتدى مستر كوتي وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه يحطوني في البطوله الافريقيه وانا ما اعرفش يعني ما كنتش عارف ان اسمي محطوط لغايه ما لعبت اول مباراه رسميه مع الفريق الكبير كان عندي حوالي 17 سنه. طب قبل بقى قبل اول مباراه طبعا اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي لاي لعيب بتبقى ليها طابع خاص واحساس خاص، فنشوف مع حضرتك تقرير عن كابتن شريف عبد المنعم ونرجع لحضرتك. لعبت باليمين وبيمسك على الجول الاول للنادي الاهلي، هو جول شريف عبد المنعم. هو واحد من علامات الساحره المستديره الذين شاركوا في تتويج القلعه الحمراء بالعديد من البطولات المحليه والافريقيه، هو الجنتلمان شريف عبد المنعم. من مواليد 13 من ديسمبر عام 1959، وكان واحداً من رواد مركز الجناح الأيسر في نهاية فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، وشكل ثنائياً متجانساً مع أسطورة القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب بفضل سرعته واختراقاته داخل دفاعات المنافسين. شريف عبد المنعم ولعبها طويلة عكسية على الخطيب رصده ولعبها يا سلام. تعرض في قمة تألقه لظروف الإصابة الخطيرة بعد نجاته من حادث سيارة أثناء قضاء إجازة خاصة مع بعض الأصدقاء، وعلى الفور قام النادي الأهلي بالإجراءات السريعة لعلاجه وإسعافه، وذلك بقرار سريع ومباشر من المايسترو الراحل صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت الذي قرر سفره لإنجلترا للعلاج، وكان لهذا القرار العاجل أثره الكبير في سرعة علاجه وعودته للملاعب من جديد. ويعد عبد المنعم من لاعبي الكرة المرموقين الذين جذبتهم الشاشة بأضوائها الباهرة، فقد نجح شريف في أكثر من عمل سينمائي ليصبح واحداً من نجوم الفن. بعد اعتزال شريف عبد المنعم الكرة كنجم دولي قام الأهلي بتكريمه بصورة تليق بتاريخه الرياضي الحافل والمشرف، وقد آثر بعد الاعتزال عدم العمل في مجال الكرة رغم خبرته وكفاءته وتفرغ تماماً للسينما، وسرعان ما ملك قلوب جماهير الفن ليمزج بين موهبة لاعب كرة القدم والتمثيل ومن ثم الديكور والهندسة. فبعد أن كان لاعباً في النادي الأهلي تخرج من معهد التعاون وأصبح مهندس ديكور. شارك النجم شريف عبد المنعم في العديد من الأفلام أبرزها فيلم عودة الهارب وفيلم إمبراطورية الشر، وهو ما لا يدع مجالاً للشك أن الكابتن والفنان شريف عبد المنعم أسطورة أهلاوية تألقت على صعيد الكرة والفن. أيها السادة إلى اللقاء.
طيب بنرحب بحضرتك مره تانية كابتن. بقى قبل التقرير حضرتك كنت بتتكلم انه كان في مدرسه، كان في اقتناع بيك من مدرسك في المدرسه، بعد كده الوالده اقتنعت، بعد كده جت خطوه الاهلي. كان قبل الاهلي في خطوات سابقه ولا الاهلي كان على طول مباشره اول حاجه جات لك؟ كان في نادي الزمالك، انا ساكن وسط نادي الاهلي ونادي الزمالك في النص كده يعني. فكان عشان احمد عبد الحليم قلنا كان قال ما تيجي عندنا، رحت بعد ما كنت بتلعبه في الشارع شاف ان في موهبه فقال لك تعالى. هو كان في رحت بس ما يعني اتقابلت وكل حاجه بس ما مضيتش في نادي الزمالك ولا اي حاجه. رحت اختبارات وسافرت صيفت ورجعت. فكان في كابتن اسمه صابر قال له يا كابتن ده كان عندنا هنا وكويس ومش عارف، قال لي بتعرف تلعب ايه؟ قلت له كذا. قال لي انزل كده لعبت شويه كده راح نادالي قال لي روح. قلت له ليه؟ قال لي انت ما عندكش فكره يا ابني روح. خدت منه الدوري سنتها مع عواضين. ده اللي حسن حلمي نادى عليا قال لي انت هتبقى لعيب كويس. قلت له الراجل ده قلم. قال لي انت لعيب وحش. قال لي لعيب وحش. يعني انت رحت النادي الاهلي لعبت مع الفرقه، قابلت الفرقه اللي كان هو اللي مدرب، اللي هو الراجل المدرب ده المدرب فيها اللي قال خدت منه الدوري. خدت منه الدوري سنتها. فدي كانت يعني اول ارسى. تاني ارسى بقى اللي هو من 18 ل 21 سنه اللي هتلعب. كنت المفروض اسافر معاهم هورشة الصومال، حصل كده كنت في منتخب الناشئين حاجه زي كده حصلت شيء، فقالوا لا. خدوا جمال عبد الحميد مكاني، ما راحش ما لعبش هناك. ال 16 حطوه ال 17، انت عارف كان في ال 17 و 18. بالظبط. خدوه يعني عشان لو حصل اي حاجه. لما رجعنا مصر نده لي بقى كابتن عزت ابو الروس قال لي تعالى احنا بعد بكره عندنا ماتش قدام هورشة الصومالي، هتلعب تاني تايم مكان الكابتن علي زيور. علي زيور كنت كام سنه ساعتها يا كابتن؟ كنت 17 سنه. 17 بصيت له كده قلت له اوكي حاضر عادي. ما خفتش يعني؟ ما قلبك ما دقش؟ لا انا كان عندي حته بقعد اتفرج اقعد اي انت عارف تتوسم في روحك يعني انك انت قدها تقدر تعمل حاجه كويسه لو لعبت مع الناس دي. بس بالنسبه لنا كانوا ايه؟ يعني كانوا يخضوا. كان فرقه النادي الاهلي ايامها تخض. مين بقى كابتن قول لنا كده الاسماء فكرنا. ثابت الله يرحمه واكرامي. وكان معهم عادل عبد المنعم برضو الله يرحمه، ابو عادل عبد المنعم حارس المرمى ده. وكان في احمد ناجي وشوبير. ده خمس اسماء ده مجرد مركز واحد. خمسه بتاعي. احمد عبد الباقي باك رايت، حسن حمدي ومصطفى يونس معاهم، ماهر همام، فتحي مبروك، مين كان باك ليفت؟ كان حازم خالد ساعات. حازم خالد موجود. خد بقى طاهر الشيخ ومحسن صالح وصفت عبد الحليم وشطه ومختار. دول كانوا مصطفى عبده الخطيب زيزو جمال عبد العظيم. دول كانوا الفرقه. دي اسماء كبيره جدا. لا دي حاجه يعني حاجه ما ينفعش حد. مين الاحتياطي بتاعت الناس دي لو حب يبص له؟ من عند الكابتن جوهري السمري، عاطف السمري ونبيل بحطيتي، وكان كذا حد بقى من فرقه الامل لو تفتكر انت بتسمع عنها. كانوا موجودين كده لعيبه كتير جدا قبلينا بكتير. احنا انا يعني الحظ خلاني اعدي على فريقين بحالهم. نطيت نطه نطيت خالد جدالله وجمال الجندي، وبعد كده هم جم لعبوا معانا. بس انا نطيت الناس دي كلها. قطعت شوط كبير. قطعت شوط كبير قوي بالحظ يعني. مش وبالجرأه. انا كنت انت عارف اللي مش عايزها فهي تديله الدنيا ما بتديش محتاج. انت بتبقى محتاج الحكايه وبتاع. لا انا ما عندك هدوء جراندد يعني. انا مش فارقه معاك قوي يعني. حتى انا مش فارقه معاك قوي. اول يوم اول يوم رايح اللي هو الماتش ده حطيت شنطه كده على كتفي وماشي. بيبصوا لي كده بتقول لي على فين ان شاء الله؟ قلت له بفتح التلفزيون النهارده انت بتتفرج عليا. خدت الكلمه وزكتت يعني. وفعلا اتفرجوا عليا الدور ولعبت تاني تايم وشويه جه ورحت جايب جون طاير بدماغي عاملها في المقص ووقت الولاده بتاعت شيف عبد المنعم. كنت دايما حضرتك تلعب في التاني تايم صح؟ ده ولا ايه؟ لا هو ده الماتش يعني دي حاجه كانت يمكن بعد الحادثه يمكن بعد الحادثه اجوز بعد حادثتي ليها ظروف. ابتديت بقى اخد كان كابتن جوهري جه ابتديت اخد هاف تايم ابتدي اول تايم مثلا اجيب جول فيريحني وينزل حد تاني. ابتدت الحكايه دي. الحادثه دي غيرت يعني مسارك
180 درجه. خلينا غيرت احترافي كمان. غيرت يعني غيرت الطريق كله اللي حضرتك يمكن كنت رسمه من البدايه. يعني يمكن يعرف انا كنت على باب الاحتراف في ثلاث فرق كبار جدا في العالم يعني. كان في بايرن ميونخ وكان في بشكاتش التركي وفنربخشه وكان في ساوثهامبتون انجليزي. انديه كلها وكل انديه دي جبت فيها جوال يعني مش بالصدفه. كان كل ما كانش عندنا سمه الاحتراف دي ولا كان عندنا مديرين اعمال ولا حاجه. يمكن هاني لحق حته اللغه دي انك انت تقدري تتكلمي مع حد ويبقى يفتح له باب الاحتراف. اي حاجه كانت العمليه جديده علينا قوي. ما كانش عندنا في مجالس الاداره او اي حاجه مهما كان مين فينا يعني ان هم يسمحوا له ان هو يبقى فيه مناقشه ان هو يروح يلعب بره او حاجه. كان الموضوع مقفول. الموضوع كان مقفول فعلا. مش عشان مش عايزين شريف بس. لو ان انا اتعرض عليا في تركيا مبلغ انا يعني عباس لبيب الله يرحمه قال انا مستغرب 185,000 دولار دي انا عمري ما سمعتها. ده في الوقت ده في الوقت ده اكنك جايبينك من انجلترا يعني ولا جايبينك منين ازاي. ما هو الفريق مرتجي الله يرحمه قال ولا 10 سنين نفرط في لعيب زي ده. كنت صغير في السن. طب كويس جدا. وجي السمسار لمصر هنا لكابتن حسن حمدي فكابتن حسن حمدي قال له رؤية المجلس الإدارة ان ده بالذات مش هيقدروا يستغنوا عنه. عايز تاخد اي حد تاني شاور كده. كان عايز بقى يتكلم على الاولد بقى اللي هما الناس الأقدم سنا اكبر شوية. انا اصغر من كل الفرقة دي بخمس ست سنين. ياه. كنت اصغر منهم. فكان في ناس بقى 28 29 طارق الشيخ صفوت كان ممكن يبقى في حوار في المنطقة دي. الراجل قال احنا عايزين ده. انما رحت تركيا عملت ماتشات قدام باير ميونخ سيب ماير وجيرد ميلر والنادي كلها عملت ماتش كويس ما شاء الله. يعني الحمد لله يعني على كل شيء. جت بقى حكايه الحادثه دي عملت اب سايد داون يعني الدنيا اتقلبت كلها. وكويس ان انا رجعت العب تاني يعني مش الحمد لله على كل شيء يعني فاهماني. وكويس ان انا موجود معاكم هنا كمان. لا منورنا يا كابتن. ازاي ربنا يديك طول العمر يعني. يعني الحته المشوار الطويل الحلقه اعتقد يعني دي جت في اخر كارير تقريبا يا كابتن يعني الحادثه كان عندك كام سنه؟ كان عندي 22 سنه ولا 23 سنه. كنت لسه ببتدي لسه بقى البومينج اللي هو هتبتدي حياتك. وكنت بفكر كمان انا في دماغي اجيب الراجل السمسار ده كان سايب لي الكارت بتاعه اكلمه. ما حصلش طبعا. بقت بدايه تانية كتير الله يرحمه كابتن صالح سليم وكان كابتن حسن حمدي معايا في انجلترا في العلاج يعني. فقالوا احنا عايزينه بس يمشي على رجليه يعني. كانت الاصابه ايه يا كابتن؟ ده اصابه صعبه شويه. كان في ظهري وفي رجليه من جوه. دي حادثه عربيه من هنا وحادثه عربيه قلبت عربيه. يا ساتر. ان انا ارجع العب كوره تاني دي كانت معجزه. قلت له اسال دكتور من فضلك كابتن صالح ممكن اقدر العب كوره تاني؟ ده كان اهم حاجه اهم سؤال تساله. قال لي انا عايزك ترجع تمشي بس اشوفك على رجلك ماشي. قلت له لكابتن صالح سليم كان بيحبك قوي. انا عارفه كان ليه علاقه بيه كبيره يعني على جنب كده. ف الدكتور قال له والله يقدر يلعب بعد سنه بس فيهم اول 6 اشهر دول هيتعب قوي يعني ما يخرجش من حمام السباحه لازم. كان في ويست ماسلز وحاجات كده راحت عضلات كتير قوي. ازاي يرجعها تاني؟ وبعد قصه بقى انه يجري ويعمل وما اعرفش دي هترجع له هو يقدر على الجيم ويقدر على الوجع اللي هياخده واللي هيستحمله ده يرجع له. اول ماتش رجعت يا هاني فيه سام اول ماتش رجعت تاني سنه انت عارف ايه اللي بيخلصوا منه الاسم كبير والدنيا عايزه تشوفه ورجع تاني يلعب كوره ومش عارف ايه هيعمل ايه. اديله اول ماتش في الدوري خلينا نقفل الموضوع ده. فينزل يجيب برجله اللي هي المصابه دي بشماله ان شاء الله جول سكيتنج خدت بالك محدش يشوفه حتى. ما ده كان قدام مين يا كابتن؟ كان اول ماتش في الدوري قدام الكروم. اوكي. انا وزكريا ناصف اعتقد جبنا جولين او ثلاثه من الماتشات كنت سيبنا 5 جبنا جوال جميله جدا يعني. فقال لك لا الحكايه بقى هتستمر ولا ايه. فكلمه الدكتور كان اسمه مايكل سيلفن في انجلترا كان دكتور وفيق مكاوي هو. فقال له اور بلاير هي سكور توداي يعني هو النهارده اللاعب بتاعنا. هو مش مصدق. قال له شريف. قال له شريف قعد يضحك. الراجل هو عمل لي يعني هو ما عمليش حاجه شريحه ما عملش شرايح ولا حاجه. هو شد ظهري من ركبتي من هنا بمسمار كده وعلقني. يا ساتر. قال انا عشان هو صغير خلي العظم يقرب من بعض. أوكي. من غير ما يحط مسامير ويحط وشال المسمار وانا صاحي بعد كده. كان من الحاجات اللي كان حاسه كبيره يا كابتن شريف. حتى الحمد لله ان لحد خرجنا منها يعني الحمد لله. طبعا
كل واحد ليه نيك نيم كده، يعني ليه حاجة اسم بيشتهر بيه في الملاعب أو اتنده بيه أول ما أي نجم بينزل في لقب كده. تفتكر أول ما كابتن شريف بينزل الجماهير بتنده تقول إيه؟ كان أول سموني كيمبس، فاكر أرجنتين؟ طبعا طبعا كنت برضو وأعمل شعري لورا وبتاع وأدوغل كده وبعد كده داخل أنا الاستاد بتفرج على ماتش وكنتش بلعب، فكان في حجمدار القاهرة قاعد وكابتن مسكاوي قاعد وكابتن أحمد علام أستاذ أحمد علام وعبد المجيد نعمان وأنا داخل، فبنت حجمدار القاهرة بتبص ورا كده قالت له بابي ترافولتا أهو. إيه؟ قالت ترافولتا؟ بس كده لا كان راجل شيك قوي حجمدار، أنا مش فاكر اسمه، كان اسمه أحمد حاجة مش فاكر، طلع عليك فعجبت أحمد علام. احمد علام قال ترافولتا والله لا سميها، راح منزل منشيت كده على البتاع، راح كابتن نجيب مستكاوي حاطط بقى يقول لك المجري الخطيب الخطير ترافولتا، كان بيدينا ارقام كده بعد كابتن كل شريف المباراة. عبد المنعم ما بقاش يقول شريف بقى يقول ترافولتا الخطير المجري البرنس، فاكر طارق الشيخ والناس دي؟ طبعا كان بيسمينا كده اسماء، فهو ده من احد الاسماء اللي انا كنت كان جون ترافولتا ايامها بقى فرحت بيه، يعني فاكر دينات فيفر ده مكسر الدنيا في العالم كله. بس فعلا فيك شبه منه شويه. لا كان يعني ترقيصه يعني لا بس لا لا وستايل الشعر كمان كابتن كان شعره تمام، يعني كنا عايزين بس نحط لانس الزرقاء وكده. طب ده ليه علاقه كابتن؟ مش محتاج يا فندم. لا يا فندم يعني دخلت وكسرت الدنيا في التمثيل، انت اللي دخلت وكسرت الدنيا انت واني. كان ليه علاقه الاسم ده؟ ليه علاقه انك تخش يعني الاسم نفسه جذب السينما ولا حاجة تانية؟ جذب السينما جذبش، هو الحادثة اللي جذبت السينما. السنة اللي أنا قعدت فيها دي اللي اتعرض عليا أن أنا أمثل فيها. أوكي. فعملت تجربة. أنا وليلى علوي ومحمد الحلو بيغني تجربة، ما حدش ياخد باله منها، وعايزة تطلع ليلي ما حدش ياخد باله منها يعني. إنما كانت بداية التعارف على كان إيه بقى فيلم اسمه الثعبان. فيلم اسمه الثعبان. الثعبان عمل نفس اسكندرية وبتاع، وأنا كنت بتمرن يعني. نقلت بقى بعد كده، بعد ما بطلت اكمل مشوار بقى، اتعرض عليا بقى مع استاذ محمود ياسين واستاذ شعيره واستاذ عز علي اللي تاني ولوسي ومش عارف حسين الشربيني ومين ومين ومين، عملنا فيلم بقى عن عملت انا وعز علي ضباط مخدرات وبتاع كده ضد محمود ياسين وشعيره، فيلم اسمه عوده الهارب. وابتدت الحكايه. انا داخل كل شويه اقول لهم ايه، انا كل الناس تقول لي انت احمد رمزي السينما المصريه، وافتح لهم بقى كده بقى اعمل فيها بقى. كنت لسه كل شويه بص الدور اللي اتعرض عليا ظابط، كل دور ظابط حظك او شرير صح، يعني اتعرض عليك ادوار شر اكيد. الشر انا بقى عملته بايدي ازاي بقى؟ زهقت من الظباط. ده الكلام ده كان امتى بقى؟ لحظه دخول حضرتك بقى المجال الفني 90 ده قبضه الهلالي، فاكر قبضه الهلالي بتاع الكاراتيه ده وعوده الهارب هو 90 والتاني 91، وبعدين جه الغجر مع فيفي عبده. ده كان سنة كام؟ ده كان 93 أنا معتقد أو 93-94. وبعد كده أنا عملت فيلم اسمه إمبراطورية الشر، ده كان عن تاجر سلاح مش عايز السلاح يخش جوه مصر بعد ما أيقن إن الحكاية في المدارس. كنت طالع شرير في ال كنت في الأول نص وعملت سويتش بقى بقيت واضح بقيت إنك وطني. بتحب أدوار الشر أكتر، حاسس من كلامك أنا يعني إحنا طول عمرنا بنحب الشرير في السينما يعني. بس أنا يعني زهقت من دور الضابط ده. حتى لما عملت في التلفزيون عملت حكمدار الصعيد ضد رايح اقبض على ادم الشرقاوي، كان هشام سليم ساعتها يعني في حاجه اسمها الكومي. فعملت برضو حكمدار. ليه يعني وافقت اصلا كابتن شريف على خطوه التمثيل؟ يعني هي جت كده علشان طبعا المتعارف عليه ان نجوم الفن شويه قريبين من نجوم الرياضه او العكس. بصراحه هو الجوزاء ده ما بيحبش الفشل. التجربة الأولى عدت مرار الكرام ولا كأننا حسينا بيها خالص حكاية الفيلم الأولاني ده، فحسيت إن أنا عندي إمكانيات ممكن فما جات لي الفرصة التانية دخلت برضو. بس لما بتشتغلي في وسط حد وأنت بيبقى لك اسم ما بيدولكيش فرصة، تبقى عايزة دايما تبقى أنت على قد اسمك. عن طريق عن طريق مين الفرصة دي؟ يعني الأصدقاء الناس اللي بتشتغل في الكارير، الناس اللي مقربين منك وعارفين ان انت عندك امكانيات ممكن يطلعوها منك كويس. انما انت كل ما تيجي تعملي العمل وتيجي تخشي ممكن تطلعي جنب يسرى مثلا، تيجي تتمثلي هتيجي جنب يسرى، مش فاكره ان حياتها تبقى بيس كده.
وانت جاي هتاخدي وضعك. لا 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 في حاجات كتير قوي هتلاقيها حرب جوه الحكايه. لازم ممكن ما تاخدوش في الاخر حتى الدور ده يعني. يعني ممكن ما تاخدوش في الاخر حتى الدور ده. حصل لي في قضيه الهلال والله. يعني كنت داخل اعمل دور حمدي الوزير ده انا ويوسف منصور على اساس ان احنا نكسر الدنيا في اخر الفيلم. مين اللي كان هيبقى حمدي الوزير؟ انا. كنت انا هعمل دور اللي بيغتصب للعلوي ومش جت ليلى قالت لا مش ممكن شريف وشه ما يجيبش الاجرام ده كله مش عارف ايه فبيني وبينك وافقناها يعني. بس انا كنت ايه انا كنت باصص للفينال مش باصص للحيحصل جوه اللي بيحصل جوه. سنه بحاله بنحضر فيلم ده انا ويوسف منصور يعني. فما حصلش وعملت دور برضو الضابط. قالت اهو ده الناس تفتكر ان احنا هنتجوز في الاخر. فبتبقى في مفاهيم كتير قوي في الحكايه دي اللي خلت كل واحد فينا يستمر في الحكايه. وفي فرص ليك انت مثلا بتبتدي مع عادل امام زي اكرامي كده اتموسفير احلى فيلم اتموسفير. شوفي عامل ازاي رجل فقد عقله. على فكره لو بصيت لها كابتن هو نفس الـ السيناريو بتاع الكوره. انت لو دخلت وسط لعيبه مميزه ولعيبه كبيره في فرقه كبيره هتطلع بيبقى الموضوع بالنسبه لك حارب لوحدك نفس مع ناس جديده نفس القصه يعني بتبقى حكايه. انا بقى كنت عايز اثبت ان انا بعرف امثل ووصلت ان انا وصلوني ان انا بقعد على المونتاج وانا اللي بكتب وانا اللي بخرج وانا اللي ممكن انتج. وصلت مراحل كتير قوي في السنة. انتجت بالفعل يا كابتن شريف؟ اشتركت في الانتاج يمكن امبراطوريه الشر انتجته. ده كان سنه كام؟ 97. اشتركت بقى في الغجر في انتاج الغجر. اشتركت في تحت الربع كان معايا احمد ادم ووفاء عامر وشحات مبروك. اشتغلت مع شحات مبروك بتهيألي فيلمين. بس الموضوع حضرتك كنت واخده بجد جدا يعني. يعني اللي يوصل لانه ينتج افلام او يدخل في الصناعه دي بالشكل ده يعني ده هو حاطط الموضوع قوي في دماغه يعني. ظروف مش هقول لك على حاجه يعني مش اكتر منها ظروف. خروجي من النادي الاهلي بالشكل اللي انا خرجت بيه كنت حزين جدا ان الحكايه خلصت لغايه هنا. فانا ما بفشلش ما بفشلش قلت انا مش هفشل. يعني حسيت ان السينما بتعوضك الافيشات بتعوضك الوجود. كل ما بتعملي فيلم اكنك كسبانه ماتش عندك ورث. حضرتك مرحله الاهلي نهيتها وحضرتك عندك 28 سنه تقريبا 27 سنه 27 سنه 27 سنه بدري. طب بس قبل يعني عشان ما نخشش لاني طبعا اكيد برضو دخول النادي الاهلي ليه رهبه وليه بهجه وليه فرحه وكمان الخروج من النادي الاهلي ليه مشاعر مختلفة تماما ومشاعر حزن ومشاعر قلق. فخلينا نتكلم على قبل ما نوصل لمرحلة الحزن والقلق والخروج من النادي الأهلي على كلمنا على الماتشات والبطولات وكلمنا على أصعب ماتش كابتن شريف عبد المنعم حاسس لغاية دلوقتي أو فاكر لغاية دلوقتي ده كان ماتش صعب قوي. ماتش إيه؟ بدايات أفريقيا دايما يعني. أنا جيت لعبت قدام فرقة اسمها هارت أوف أوكس من غانا في مصر هنا. كان بدايتنا في اول بطوله افريقيا 77 78. الفرقه دي انا ما وانا نازل كنا اول مره نلعب بالليل. احنا طول عمرنا بنلعب الساعه 3 الظهر دي يعني. كنا اول مره نلعب تحت الاضواء يعني في استاد القاهره. وانا نازل ببص كده على الفرقه بتاعت غانا دي والله هاني انا لا شفت ولا هشوف. انت اجسام يعني انت عارف الاجسام بتاعت اليومين دول سيان و ايوه انا فاكر انا الاجسام دي انا زي بتوع هولندا اول ما نزلنا في كاس العالم ولابسين استادزات حديد وبيخبطوا في الاستاد. فكابتن خطيب واقف قدامي كده وانا كان هو بيحب يطلع اخر واحد يعني مخبط على ظهره كده. شفت اللي انا شفته طبعا لعبهم ازاي دول. والله العظيم يا هاني اقول لك اصعب ماتش لعبته في حياتي يعني. لعبت وينج ليفت وهاف ليفت وباك رايت في الماتش ده وباك رايت ونص ملعب وونج رايت. خدت الماتش ده تحدي وانا اللي جبت اخر كوره بينالتي يعني صفت عملها لي بين الاثنين في اخر دقيقه. كسبناهم 1-0 جه مصطفى يونس حط البينالتي في اخر ثانيه. شرحونا وشرحتهم قالوا لي لما تيجي هناك فعلا هنذبحك. شاوروا لك كده بنفس الطريقه؟ بصي انا بشرحها لك الراجل عمال لي قلت له مش جاي انا عندي امتحانات. ورحت ولا لا عندي امتحانات والله كان عندي امتحانات ما رحتش. فده يعتبر الراجل خلص علينا تصفاي هناك في اخر 10 دقائق لغايه دقيقه 80 احنا كاسبين حسب 2 بينالتي مش عارف ايه لدرجه انه طرد الكابتن فتحي مبروك كمان من الماتش. انا سمعت يعني ما رحتش الماتش ده
اخطر ماتش وكسبته 1-0 بس دي اكتر فرقه في حياتي ارهقتني. يعني هو كانت الفرقه بتاعت كنت في فرقه كمان كانت في نيجيريا شفنا لما كنا بنسافر كانش عندنا ثقافه انك تكسب بره. احنا كنا بنواكب حاجات ميه تبقى بتاعت ظروف ملوخيه صعبه جدا. كابتن شريف قبل ما نخش في القصه الثانيه وانا عارف القصه ديت وحضرتك هتغلب بقى افريقيا والحاجات اللي شفتها واحد حبيبك انت بتحبه على المستوى الشخصي والمهني انا بحب الناس كلها كابتن ماهر همام حبيبي كابتن ماهر مساء الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. طيب احنا كابتن ماهر هيبقى فصل. معنا أوكي. هيبقى معنا بعد الفاصل أوكي. هيبقى معنا بعد الفاصل اتفضل. ماهر همام معانا على التليفون مره ثانيه اهلا بيك يا كابتن. لسه ما دخلش لسه ما دخلش. الو لا لسه. طيب كابتن شريف لغايه ما كابتن ماهر يخش معانا كنت بتتكلم بقى على ادغال افريقيا دي السؤال اللي انا سالته الاصعب حاجات كان ليه الماتشات اللي بره مش هيجي اقوى من الماتش بتاع اللي انا ما لحقتوش بقى لان عملت الحادثه بتاع اللي خدنا فيه البطوله كوتوكو الجون بتاع كابتن خطيب كوتوكو هناك كاتبين ثلاثه هنا والتانيين متاكدين ان هم حي والرئيس بتاعهم نزل مش عارف عامل في طياره ايه وعمل ايه دي الاجواء اللي هم يحكوا لك عليها او احنا كنا بنروح نلعب في اوغندا مثلا كان في حرب اهليه في اوغندا ايوه كل يوم نصحى نلاقي ثلاثه مقتولين ظروف افريقيا من اصعب الظروف مش عارفين نقعد في اوتيل نقعد عند المصريين هناك يعني دي الحاجات اللي هي كانت اصعب حاجات امكانيات السفر كانت مختلفه يعني دلوقتي ما شاء الله ممكن في طياره خاصه بتطلع في حتى في اشكال اوتيلات على مستوى يعني استاذ عبد الحفيظ بيسافر قبل الفرقه يشوف الدنيا يشوف كتير. الدنيا والتصوير شكله ما كانش الكلام ده موجود والتحضير بالنسبه للفريق خد بالك خصوصا ان انت فرقه كبيره يعني انت فرقه بتلعب على بطوله او فرقه على طول في بؤره الضوء لازم تبقى على الاقل في الفاينل يعني فلازم يبقى ليك تجهيزات الحاجات دي بالنسبه لنا احنا كنا كوماندوز يعني ولولا ان المعدن اللعيبه اللي كانت موجوده ايامها كويس صحيح محدش يقدر الاداره اللي كانت موجوده كنت زمان كلهم جيش وكلهم ضباط وكلهم ناس متمرسه يعني ما كانت حكايه تبقى عشان الناحيه الامنيه يعني قصدك على كل حاجه احنا كنا الامن احنا كل حاجه بس احنا كنا لما بنسافر في اي حته بره كان بيبقى فيه المرحل العسكري او سفير او شركه النصر التصدير والاستيراد ما بيسيبوناش يعني بنبقى طبعا في ايد امينه يعني في كل حته يعني. طب دي اصعب الماتشات اللي في افريقيا تحديدا لكن ايه المباراه اللي حضرتك حسيت بعد ما لعبتها انك دخلت قلوب الناس؟ ماتشات الزمالك هي دايما ليها سبب الشهره في عقول الاهلاويه وعقول الزملكاويه يعني اللي بيحصل في المباراه دي بيترك ذكرى كبيره جدا فانا كنت من الناس اللي بحس ان المباراه دي بتاعتي انا المسؤول عنها يعني ما حدش حاسب حد في الفرقه انا المسؤول عن الماتش ده النهارده فالحظ كويس قوي كل الماتشات لعبتها الا ماتش واحد بس هو اللي اتغلبته اللي هو امتى ده كان ماتش برده كابتن صالح سليم قال لي خد بالك هيجيبوا بكره هيجيبوا حكم ايطالي ومكلمينه عنك انك انت من اللعيبه اللي بتتعصب وبتاع ما اعرفش ايه ومركزين عليك انت قوي والراجل ده شكله كده جاي عشان يطردك كمان وانا عرفت الكلام ده قلت له بقى انا يا كابتن صالح هطرد معقوله ماتش اهلي وزمالك قال لي انت هتلعب بكره قلت له والله انا بطني تعبانه ومش عارف بس اكيد هلعب يعني ان شاء الله يعني ولعبت الماتش واتطردت فعلا اتطردت في الماتش في اخر ثانيه في الشوط الاولاني حسيت بقى ان فعلا الحجم ده زي ما يكون متوصي عليا ومن احلى الماتشات لعبتها في حياتي ال 45 دقيقه دول كمان يعني ده اللي عصبك اكتر وخرجت من المباراه على المستشفى ليه؟ انت كنت تعبان كان عندي بطني فيها الزايده منفجره يا يمكن اللي عامل لي هاي يعني كنت تنشن قوي تنشن اكتر من فدخلت بعد الماتش ده رحت على العمليات على طول مدربين يا كابتن يعني برضو المدربين عارفين اللعيبه اجيال وجيل عن جيل بيختلف وكل لعيب كده لما تسال لعيب كره لازم يكون عنده حد كده قدامه
مدرب او اتنين يقول لك هم دول فعلا اللي استفدت منهم جدا وخلوني اكمل المشوار. طبعا كابتن عوضين ده اساسي وعين اللي جابتني العين اللي جابتني بعديها كابتن سايز برضو اقتنع بيها تماما، يعني حتى لما مسك الدرجه الاولى كان يقول لك شريف وطاهر ابو زيد والخطيب دول بالنسبه لي اساسيات. يعني هيديكوتي طب كالوتشاي بعد هيديكوتي، انا مع الاجانب دون ريفي مثلا لما جه قعد فتره لو تفتكر انت بالظبط، انا مع الاجانب ما ده يعني خلاص يشوفوا ده حطني بقى اونجرايت يحطني اونجي ما يلاقي لعيب عنده بيلعب في اي حته وعنده السرعات وبيترجم ويجيب اهدافه ومبسوط. يعني ما كانش ضدي حاجه غير حاجه واحده بس الاصابات. يعني الاصابات دي هي اللي يعني كان ممكن ابقى في تاريخ تاني، كان ممكن انا قاعد معاك دلوقتي. كنت لسه اسال حضرتك السؤال ده لو ما كانتش في الحادثه دي حصلت لكابتن شريف عبد المنعم كان ممكن يشوف نفسه فين؟ يعني كنت شايف نفسك فين لو الحادثه دي ما كانتش حصلت؟ كنت زمان انا وانت وهاني دلوقتي قاعدين على اليخت بتاعي في مونت كارلو. بالظبط كده، يعني هكون بلعب في موناكو بلعب في اي حته وهستنى هناك بقى خلاص مش جاي تاني. مش هتيجي لا خلاص بقى يا ما يعني ده كان المفروض. والجيل ده كله على فكره لو في احتراف لا ما كانوش هيعرفوا يجيبوا لهم منين صحيح. امكانيات كانت لازم تبقى في شركات بقى كبيره تبقى بتقدر تصرف بتقدر تصرف على الحكايه دي اللي هو هيحصل ان ادفانس، يعني اللي هيحصل بعد كده الفتره اللي جايه يعني. طيب معانا دلوقتي تقرير عن الناس بقى، يعني الناس بتتكلم ازاي على الكابتن شريف الكابتن الكبير نجم السبعينات. نشوف تقرير ونرجع مع حضرتك. شريف عبد المنعم من الجيل الجميل السابق اللي متعنا بكرة القدم، والجيل القديم ده كله عرفنا يعني كرة قدم. الكابتن شريف طبعا من أفزز اللعيبة اللي جات مصر، وكان هو في عهد الكابتن محمود الخطيب ومن أول اللعيبة اللي جات لها أول احتراف، بس لولا الإصابة اللعينة اللي جات له في الحادث المأساوي يعني كان زمان النهاردة من أفضل اللعيبة، وكان قد يكون على مستوى العالمي زي الكابتن محمد صلاح. يعني كابتن شريف طبعا كان لعيب كبير وأحد الأساطير الكبيرة في النادي، ويمكن حقق بطولات وتاريخ كبير قوي مع النادي الأهلي، إنجازات كتير، من الناس اللي كمان ليها كارير حلو في التمثيل مش بس في الكورة. فالكابتن شريف من العلامات الكويسة ومن الناس اللي بنحب دايما نشوفها في القناة سواء كان بيحلل أو بيتكلم في الكورة، فكابتن شريف من الناس الكويسة جدا. جناح تاريخي للأهلي طبعا، ومن الناس اللي عملوا تاريخ للأهلي. احنا اتفرجنا على فيديوهات، يعني انا ما لحقتش اتفرج على يعني مباشر في الفتره دي، لكن هو جناح تاريخ الاهلي وطبعا معروف يعني وحاجه رمز. كابتن شريف عبد المنعم ده تاريخ، كان في النادي الاهلي وكان انسان خلوق فعلا، يعني نظافه لعب، اسلوب، طريقه تصرفاته بره وخارج وداخل الملعب كان حاجه راقيه جدا. يعني انا يعني كنت متابع في التاريخ ده النادي الاهلي بشكل كويس. يعني كان ما شاء الله، يعني كان من اعلام لعيبه الاهلي. يمكن جيل الصغير بتاع النهارده بتاع يمكن يكون الاسم غريب عليه شويه، انما جيلنا احنا يعني عارف معاني يعني ايه شريف عبد المنعم. رجعنا مع حضراتكم تاني. كابتن شريف، يعني حضرتك شايف التقرير، كل الناس بتحبك وكل الناس بتقدرك وعارفين ان حضرتك كنت موهبه كبيره جدا جدا. حضرتك خرجت من النادي الاهلي، كل لعيب بيفكر يعني يا اما تدريب يا اما مجال اداري يا اما بيبعد خالص، ممكن بقى بيعمل بيزنس خاص او بيخش في مجال تاني خالص. انا بتكلم معاك كتير جدا جدا في الكوره ما شاء الله، حتى على المستوى التكتيكي على المستوى فاهم الكلام ده كويس. ما فكرش تبقى مدرب بعد ما خلصت؟ ما فيش حد ما يتمناش ان هو كان يكون مدرب يعني، بس انا كان كابتن عبد الصالح وحش الله يرحمه كان هو اللي ماسك الوقت اللي انا خلصت فيه الكوره، فجيت اتكلمت رئيس النادي الوقت رئيس النادي، فجيت الوقت اللي انا سبت الكوره فيه كنت بقول له كابتن عبد الصالح انا بفكر دلوقتي ان انا يبقى لي
دور او كيان. الكابتن شريف قال النادي مفتوح واداني كلمتين كده انا ما فهمتهمش يعني. وطبعا مش ال حسيت انه يعني بيتكلم موضوع مش اللي هو ايه احنا نحب ان انت تبقى موجود ومش عارف ايه. فانا حساس جدا يعني حتى ما لا اطلب ولا احب دايما ان انا اكون وامسك عزيزه يعني. ما احبش ان انا اخبط على حد اقول له انا عايز كذا. فقلت وبعدين مكان مكاني يعني الاهلي متاعي يعني ده بيتي اي وقت ابقى مدرب واي وقت ابقى مش عارف ايه. ونعمه ان انت اهلاوي عشان كده طبعا بقول لك الباب مفتوح للاهلي طول ما انت حسابك موجود يعني. ف خرجت برضو زودت لي الزعل. اشتغلت في التجاره، اشتغلت في الديكور، اشتغلت في كل حاجه، دخلت السينما بسرعه بعدها. اوكي. كنت ايامها المدرب كان بياخد حوالي 300 جنيه او حاجه كده. انا كان الانكم المادي الناحيه الثانيه كان اكبر بكتير قوي ببعيد يعني. فاتلهيت كمان في حكايه انما ما سبتش. وعشان نادير. كمان انتجت يعني وشاركت في انتاج. ما هو ده من جوه يعني عشان الناس ما تفتكرش ان انا كان عندي فلوس. احنا ما طلعناش من ما طلعناش بفلوس الكوره ساعتها ما كانتش. ده من شغلي يعني من شغلي انا بتاع التجاره. بتجارتي مع شغلي مع مصطفى علي بتوع كهربا مع اي حد مع حسن فتوح الله يرحمه وحسام فتوح يعني ده برضو شغلي كمان. كونت مبلغ ان انا اقدر ابقى شريك في اي. انت قلتها كابتن يعني كان عمل فلوس مش كتير يعني. مليون جنيه كانوا يعملوا فيلم كبير قوي. أيوة أيوة. كنا بنبقى اربعه مثلا او حاجه زي كده. لا هي الفكره كمان يا كابتن ان مش لازم ابن النادي طالما مش فيش هو ابن النادي الاهلي متاكد ان ده بيته موجود في اي مكان. الباب مفتوح طول الوقت. طول الوقت بقى يعني طول الوقت ما فيش مشكله خالص. وبعدين يعني انت هتخدمي هتخدم في اي موقع هتخدم في اي وقت وقت ما انت هيبقى دورك جه. الناس مش مصدقه كده يعني. الناس مش عارفه ان انا مش ممكن هيكون المكان ده انت تقدر تديره او تقدر تفيد فيه ومش هتبقى موجود. ده حقيقي يعني. ده حقيقي. في ناس تقول لك ايه عدوك ابن كارك يعني يبدلوا يعملوا عليك لا رومرز. مش طول الوقت يا كابتن رومرز واشاعات وكلام من ده عشان هم يفتحوا السكك لنا. ده في جميع الحكايات. لا مش كل في كل الدنيا كده على فكره. في اي مجال كده في كل الانسان اللي هو الطبيعي بس بيبقى فيه اكسبشن برضه. لا الطبيعي الصافي في نسب موجوده بس اللي عنده ثقه في نفسه اللي عنده كل حاجه مهما عدت عليه الامور او مهما عدت عليه الدنيا ما عادي طبيعي. لازم يبقى هو متفاهم كويس قوي ان شاف قبل كده لفينا العالم كله عارفين المينتاليتي بتاع كل واحد ازاي انت تكسبي الدنيا كلها تبقى في صفك مش تيجي بتصرف صغير خدت بالك تروح قافله الباب خالص. ما ينفعش. لا في احنا اتعلمنا حاجات قوي من الناس اللي قبلينا كمان. ده حقيقي. وبنشوف شواهد قدامنا هو ليه فلان ده في المكانه دي وليه حضرتك هنا وليه ده هنا. اكيد في اتيتيود او في سلوك او في بروسيجر انت متبعاه في حياتك بتوصلك للنجاح. ليه احنا ما نبقاش قدوه للقصه دي ونتعلم منها وان الدنيا كلها مش عايز حد يزعل يعني. النادي الاهلي ما تزعلش منه بصراحه. انا بدي مسج دلوقتي ان انا عايز النادي الاهلي ما تزعلش منه يعني. النادي الاهلي دايما فاتح صدره للدنيا كلها خصوصا ولاده واصحاب البطولات ما بينساش حد. بيبقى في ملفات صغيره دلوقتي بريوريتي يعني ده الاول اولويات. بس انت موجود برضو بس انت مش انت عايز بقى تبقى موجود على طول عايز تبقى من الناس بصالك وعايز ما فيش. والله الناس بصه والناس كلها ما فيش. انا بدي مسج لاصحابي واخواتي واساتذتي وكل الناس اللي انا بشتغل معاهم لان هي دي الحقيقه. وانا لو ما قدرتش نفسي وبقيت فخور بنفسي وعندي ثقه في نفسي هتعرف ان التاني مش هيبقى الحكايه هتبقى صعبه قوي بصراحه. مش هتعرف تكمل في حياتك اي حاجه. والحكايه مش هنا بس في مجالات كتير قوي في الدنيا. الرياضه مش كوره بس ما في مليون اي حاجه ثانيه تقدر تشتغل فيها. بتشتغل في تحليل وبتشتغل في التدريب وزي ما انت بتقول التدريب فين انت اشتغلت مدرب وشفت وعانيت وانت مع ناس الظروف حطيتك مع مدرب انت ما كنتش راضي عنه على ما اعتقد. الظروف بتحطك في حاجات انما هي تجارب وخبرات انت خبرات طبعا بعد كده لما ان شاء الله هتمسك انت منتخب مصر كل ده هيفيدك. ده كل ده خبرات واحد بياخدها ودايما دايما الواحد بيطلع بايجابيات حتى من لو في مش هنقول فشل لكن تجربه مستفادة. غير موفقه انا استفدت منها اكتر بكتير جدا جدا لو كنت مثلا نجحت ومش شايف اخطائي فين. فده مهم جدا ما شاء الله. انا بشوف اسماء كبيره قوي ومحطوطه من اي مش نادي الاهلي بس في الرياضه عموما كلها في مصر او في اي مكان مكانات بتبقى موجوده ومحفوره عند الناس. ادام الناس حبتك
يعني اقل شيء ما يطلع واحد يتكلم عني دلوقتي يقول لك استاذ منعم ده احنا حضرناه واحنا والراجل بيتكلم من قلبه. ادام انت اتحفرت عند حد او حد حبك استحاله مهما حصل هيجيبوا اللوم على اي حد تاني, انما عليك انت خلاص انت يودد انت اديت انت حطيت السي في بتاعك, السي في بتاعك ده بقى يناسب الوقت اللي انت فيه ده ولا ما يناسبش الوقت ده, انما موجود لكن موجود طبعا موجود مفيش شك موروث ومش هيتنسى موروث لاولادك موروث لكل طبعًا. حاجه يتقال عنك ان انت كنت راجل محترم وراجل كويس كنت لعيب كويس وانجزت وعملت شويه بطولات ولا تقال عليك انت خرجت ولم تعد لا لا دايما موجود معاك تاريخك معروف بطولات قلت لي رقم يعني بطولات حضرتك خدتها حوالي 13 13 والسنه الوحيده لما لعبتش ما خدوش فيها حاجه ما كانش فيه بطولات ما كانش فيه بطولات واحنا على ايامنا ما كانش فيه كمان بطوله الانديه اللي كنا بناخد بطوله افريقيا ما كانش فيه عندنا الانديه الكونفدرال العالم كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه ما عندناش السوبر لسه السوبر الافريقي ما كانش موجود ولا الدوري ولا كنا بناخد جميع البطولات وبنلعب نفسنا ما كانش عندنا القصه دي يعني الحقيقه. ففي ناس خدت 30 بطوله لان كان عندهم كاس العالم للانديه عندهم السوبر الافريقي السوبر المصري طبعا. فتلاقي نفسك كنت 6-7 بطولات في سنه واحده دي وتات وحضرتك كان عندك يعني كانش عندنا دوري وكاس احنا ما كانش عندنا ده اللي هو بعد 2000 تسعينات و2000 وكام من ده اتمتعوا الحقيقه بالشكل ده يعني عدد الماتشات كان كبير جدا اجنده في اجنده محليه ودوليه وعلى المستوى كمان الافريقي الموضوع ده فعلا ما كانش موجود في السبعينات دوري وكاس وبطوله افريقيا وبطوله افريقيا يمكن برضو ما كانتش بالادوار الكتيره دي اعتقد يا كابتن برضو يعني ما مرتوش بادوار كتيره في البطوله يعني كان دور 32 و16 و8 ومجموعات يعني كان الامور ازاي احنا نوك اوت كان نوك اوت على طول المجموعات يعني دي مفيش لازم تكسبي كل ماتش وتعدي للدور اللي بعده تكسبي كل ماتش وتعدي وانت وحظك بقى بالقرعه وده يعني اصعب وده كان بيبقى اصعب بس كانت بالنسبه لنا برده مش سهله يعني كان تلينا دايما احنا بنيجي عن طريق الصومال وعن طريق اوغندا لغايه ما تيجي بقى لدور الثمانيه ودور الاربعه بتقربي بتلاقي فرق كانت وشمال افريقيا كانوا كويسين جدا ايامها كمان فانما الحمد لله يعني احنا اول يعني جيل احنا اللي جبنا اول بطوله افريقيه للنادي وكده فدي كانت حاجه تضاف لنا يعني الحمد لله مشوارك كبيره كابتن شريف لا والله مشوار فعلا والله بالنسبه للعيبه اللي موجوده في الاهلي ازاي بقى رمز من رموز كوره في مصر ويعني انا يعني بالعكس انا بقعد سامع منك دلوقتي انا بستفيد منك يعني وانت مفيش حد لبس التيشيرت النادي الاهلي قول لك يعني الا وبيحس بقيمه النادي الاهلي علمنا وربنا على حاجات موروثات كده ما نقدرش نخرج بعيد عنها الفوز دايما صح. البطولات اللي بنخشها دي بتاعتنا يعني احنا قعدنا 3 سنين اللي فاتوا يعني متعرضنا لاكبر اصابات في حياتنا وتغيير مدربين ولاعيبه بتروح ولاعيبه بتيجي ودايما انت في الفاينل دايما بتوصلي ودايما الحكام ضدك والدنيا كلها متجننه منك الدنيا كلها واقفه ضدك انت ازاي بكل اللي بيحصل لك ده رقم واحد وانت رقم واحد وانت اللي بتوصل للفاينل وانت عشان احنا دستور الفوز اسعاد الجماهير المبادئ والاخلاق هو ده شعار احنا ما اللي هيجي واللي موجود واللي بعده البلد ده من احنا صغيرين يعني بنتعلم الكلام ده احنا صغيرين اتربينا عليه ما ينفعش مدرب ابص له بعد الماتش وانا متعادل ولا مغلوب اقعد في بيتي واقفل عينك لغايه الماتش الجاي ما تعرفش ترفع عينك فيه ما ولا في واحد في الشارع وانا ماشي ولا ليا قيمه لغايه ما اكسب الماتش اللي بعده ده احنا اتحطينا في الفانيله الحمراء عشان ده عشان المكسب دايما عشان اسعاد الجميع عشان البسمه عشان لما الناس دي تتكلم عني كده ابقى سايب لهم ذكرى كويسه يعني هي حكايه حلوه قوي حكايه النادي الاهلي دي بصراحه وسيبك بقى مبروك عليكم الشكل الجميل اللي انا مبسوط ان انا معاكم يعني. لا ربنا يخليك منورنا يا كابتن والحديث معاك مش عايز ينتهي وده زي ما بقول لحضرتك كمان يعني كنا نتمنى ان الكارير بتاعك يمتد لان شايفين نجم كبير قوي وكمان موهبه كبيره قوي الموهبه الكبيره قوي دي اكيد بيقابلها صعوبات خلينا نتكلم فنيا شويه مين تقدر تقول لي ان انا او كابتن شريف لما بيقول والله ده انا هلعب الماتش ده قدام فلان الفلاني لا انا قلقان شويه يعني مين المدافع اللي كنت بتقلق منه شويه او مين المدافع اللي كنت بتعمل له حساب شويه هو من غير غرور يعني احنا المبدا اللي انا كلمتك عليه ان احنا نازلين نكسب بتلعب لعبك
الحاجة الوحيدة اللي تقلقك كانت من أي لعيب أو أي ديفندر لما أكون أنا وأنا بلعب وأنا مصاب أو أنا مش جاهز هنا تتحسب عليك تلعب ضد بطة بتاع الأولمبي مثلا كان اسمه باكرايت كان اسمه باكرايت كان يجننك ليه أنت ما متعور في رجلك وبتلعب ناقص مش أنت إنما مش لو أنت لياقتك لو أنت في حالتك ومصطفى عبده في حالته ما حدش هيجيبكوا يعني ما صعب قوي الطيارتين اللي مش شغالين دول زي علي معلول وهاني واحمد فتحي والنادي بالظبط محدش يلحق ما حدش هيجيبنا يعني ما تيجي تقول لي مين اللي هيقلق علي معلول هقول لك اسلوب لعبه والسبورت بتاع رمضان مع علي مع شكل ماتش بنبقى كومبينيشن جامد جدا مختار لما بيهز لي الناحيه دي وانا تحس انت في عمليه اوتوماتيك شغال كان مين الدويتو بتاعك في الملعب يعني انا سامع يعني بتقول كابتن مختار في كابتن طب اصل كل اللي في نص الملعب يعني انا ما يعني لما قلت لي الاسماء بتاع نص الملعب كلهم ما شاء الله على المستوى المهاري عاليين جدا واسيست كويس قوي لكن مين لما كان الكره بتيجي في رجله على طول بيبص للكابتن شريف هو يبص لي صفوت الله يرحمه كابتن صف طاهر الشيخ كنت انا هو دويتو مش محسوس علاء ميهوب لما جه بعد كده دايما كنت عيني عليه وقته بالكره اروح مسقطها له هو والجون يجيب جول يعني غير طبعا ان لما كنت في اول ما طلعت كان كابتن خطيب يعني خطيب انا لما بقطع بالكره وابص اشوف هو فين واكمل انا واعدي جاهز ان انا هعملها له وفي واحده جبتوها انتوا دلوقتي فضلت ماشي ماشي لغايه ما رحت اعملها له خد على صدره وراح حاططها بشكل من احلى جواله اللي جابها يعني فبتبقى عندك علاقه بعينيك كيمياء كده في الملعب دي بتظهر انا كنت بحب مصطفى عبده جدا مثلا يعني اللي يكون في الملعب ليه بيوصلني انا لما بيروح هو كنت انا سريع كمان معاه يعمل لي كره عطير اجيب احلى جواني بدماغي بالمقص كابتن مصطفى اللي بترتاح في اللعب معاه لما يكون موجود كمان في افكتيف بشكل غير عادي يعني راجل بيوصلك الجون صالح يرسلها له من ورا الباكات يلعبها بالعرض انت بقى وحظك تبقي جايه بسرعه الحقيقه ما تلحقهاش كابتن خطيب يروح موقفه 1 2 3 وكان مشهور بيها فكان في عوامل كتير قوي في الفرقه تخليكي نازل مطمنه انا مش في حالتي النهارده بس مختار في حالته وطاهر الشيخ في حالته هيشيلك سكور فرقه كلها بتعرف تجيب جول عندك 5-6 قدامين كده دول مش عارفين مين بيلعب لوحده مش عارفين مين فينا اللي هيكسب الفرقه وكانت المدرجات تقعد تتكلم يعملوا تامبلا كده ان مين اللي هيجيب جول خطيب اول جول شريف ثاني جول مصطفى ثالث جول يعني كانت بتبقى عشان كده كنت تقعد تتكلم مع الناس ويقول لك جيل السبعينات والثمانينات دول مين الناس اللي لن يكرروا لا جه ناس كتير قوي وجات مجموعات كتير قوي وجات سيفيهات كتير قوي وجات لعيبه تانية كومبينيشنز مع بعض ومدربين كمان زي مانو جوزيه لما عمل 3-5-2 دي اخترعها على امكانيات اللعيبه الموجوده ما بقاش حد يروح على النادي الاهلي او يكسب النادي الاهلي او النادي الاهلي يخسر قليل جدا فتعمل تاريخ اتعملت بطولات اتعمل نادي قرن بحاله ده كمل ده كمل ده كمل ده على سياسه واحده ودستور واحد ورقتين ثلاثه احنا ماشيين عليهم طول حياتنا فأنا سعيد كمان بالوضع بتاع فايلر اللي موجود يمكن احنا كلمني يعني كمان رؤيتك انا سعيد إيه؟ اليومين دول بالذات يعني انا دايما احنا كنت بسمعكم وانتوا بتتكلموا تقول النادي الاهلي مقري في اسلوب لعبه وفي حاجاته الاطراف بتاعته هي اللي لا دلوقتي النادي الاهلي مش كده النادي الاهلي بقى كله بلاي ميكرز كنا عايزين جنب حد جنب قفشه وعوده صالح جمعه وعوده الفرقه كلها بقت بلاي ميكر سوليه بقى بلاي ما شاء الله بلاي ميكرز وهداف وكل حاجه وعندنا صالح كمان ديانج اللي جه ده ظابط ايقاعه الفرقه كلها بقت كومبينيشن واحد فانت بدل ما كنت بتقول انت بتمشي من على الاطراف لا ده انا بقيت من العمق كمان بعد ما كان عندي فيرود واحد بقى عندي 3-4 انقي اللي انا عايز منهم احط اي حد فيهم واسلوب اللعب وسرعه اللعب اهم حاجه هاني بس والكلام اللي انا كنت عايز اقوله ان مهما كان عندك من مشاكل او اي حاجه اهم حاجه اللياقه البدنيه وعدم الاصابات يرجع لي ناس من اصابات اهلا بيهم انما انا عندي في اجي في وقت محتاج في فاينل افريقيا كام لعيب يتعور مني دي تاذيني هي دي العلامه اللي تعملك علامه خطر انما طول ما اللياقه بتاعتك شايلك انت كل الفنيات بتاعتك موجوده مع حضرتك بتبني طالما عندك البيزك اللي هو اللياقه البدنيه انت الفنيات مش ناقصاك الفنيات بتحتاج لياقه عشان تنفذها باور بس طول ما الباور شغال وطول ما فيش حد متعور والفتره اللي فاتت دي اعتقد احنا استفدنا منها كتير قوي المصابين رجعوا بقوا زي الفل كويسين التعاقدات بقى الصيفيه والحاجات دي دايما النادي الاهلي سباق بادارته وكده بيوفر لك
جميع العناصر الكويسه، العين الصاقبه كويسه قوي، اللجان شغاله زي الفل، يعني عندك جميع الحاجات اللي هي توصلك فعلا ان احنا نمسك في النجاح، نمسك في البطوله دي باي شكل، حتى لو الدنيا يعني جت علينا كلنا عايزين يدوا الوداد البطوله والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه ده، لا لا يعني احنا ما نحطش ودنا للحاجات دي، احنا داخلين ودننا دي البطوله دي ليه؟ ان مش كل سنه انت تضمني في الظروف اللي انت بتشوفيها دي انك انت توصلي لهذه المتابعة او هذا الوضع، ودي مكانتك الطبيعيه. والجميل دلوقتي ان انت عندك 2 من مصر و2 من المغرب، مظبوط، فيعني الحكايه بقت اجمل، بقينا يعني على مستوى بصراحه بقينا مستوى على مستوى الليج الاوروبي، يعني سعد الله كبيره قوي موجوده، بقت الاهتمامات كمان مزبوط. عندنا احنا هنا في افريقيا فبقت حكايه كبيره جدا، فبتمنى من اللعيبه الفتره دي انتوا مش ناقصكم اي حاجه، يعني انتوا ناقصكم انك انتوا تبقوا واقفين على رجلكم ومركزين بس، ولعبوا لعبكم العادي، بقينا بنخش من العمق، يعني دي نشوف ماتشات حبيه دي من العمق بنجيب اجوال، من الاطراف بنعمل اجوال، لعيبه كانت عليها كويشن مارك كده هم فين لقيناهم بقى في اداء مختلف. احمد الشيخ، احمد الشيخ رجع بقوه، شوف انا وانت بنقوله بنقوله مع بعض، بنقوله مع بعض واحد، يعني تراست وازاي يعدي الثقه، الثقه اللي بتدي كل اللعيبه عندها ثقه، وليد سليمان رجع الحمد لله الله اكبر، الراجل اللي هو لسه احنا بادجي ده اللي احنا مستنيين، كل ما هيجي كل ما هياخد وكل ما هيتعود اكتر وهيتعود على سيستم اللعب وسيستم الدنيا هتثق فيه وازاي يلعبوا له. ف انت مبسوط؟ انا سعيد، سعيد سعيد ان احنا حلينا قصه العمق كويس، وسعيد ان انا عندي في كل الحمد لله كل حته 2-3 يعني في فرايتي كبيره، او الفايلر اللي هو الفايلر ده كمان يعني مفاجاه بالنسبه لنا، عمل روتيشن حلو قوي، يعني عمل روتيشن كويس قوي، تحس كده انه خارج من عندنا هنا، وكل مدرب اجنبي يجي هنا احنا بنبقى مرزقين الحمد لله. يعني فايلر، جوزيه، هيديكوتي من النوعيات دي، فايتسا لو انت شايف، حضرت فايتسا طبعا، انت حضرت انا حضرت، انما الناس دي من النوعيات دي تحس ان هم كانوا عايشين في مصر، او تحس ان هم بقالهم 20 سنه معانا في الفرقه دي، فاهم ظروفك، فاهم نقاط ضعفك، نقاط قوتك. برافو عليك، يعني انت شوفي اهو حاسه كمان بالشكل الراجل كمان اللعيبه وبالشغل اللي بيعمله، انت كنت لعيب كره وعارف اللعيب بيحس في الملعب، وانت كنت لعيب وعارف اول ما لو مدرب جاي بالنسبه لك جديد، خلي بالك برضو اللعيبه يعني بتقيس المدرب وبتجربه، فبتحس ان مع اول لقاءين ثلاثه بتحس لا ان حتى على المستوى اللعيبه نفسها لا مبسوطه، اللعيبه مرتاحه وهي بتلعب، عارف لفظ مرتاح وهو بيلعب. برافو عليك. اوحش حاجه تاذي اللعيب عدم الاحساس بالامان، يعني ان هو هيلعب ولا مش هيلعب، واخد حقه ولا مش واخد حقه، يعني بس هو بيرجع لك انت، يعني انت اللي بتثبت للمدرب اللي قدامك ان هو محتاجك، او هو عارف ان انت تديله كل اللي عندك، او انت على ثقه تماما ان هو هيديك 40 دقيقه 60 دقيقه 75، في لعيبه بتكمل حقيقي صحيح، وجميل جدا ان انت ما تسمعش لحد، يعني احنا دايما علينا رومز، علينا اشاعات في نص الملعب، يقول لك احنا عايزين 2 ورا واحنا عندنا 4-5 يسدوا سد النهضة بتاع اثيوبيا ده ان شاء الله هنفجره باذن الله. فيعني كل منطقة عندك ما شاء الله الله اكبر، 2 باك ليفت، 2 باك رايت، وعلى مستوى، ومحمد هاني بياخد الكرة يروح هاني لغاية الجول، لو سبت له الدنيا شوية كده وشوية الثقة اللي بقول لك عليها بالظبط، عامل كده وقاطع وشايط جايب جول، ما دي يعني الفنيات اللي بقول لك عليها اللي موجودة جوه اللعيب لما بيقف على رجليه وياخد الثقه البدنيه، والماتشات اللي هي الحبيه اللي اتعملت دي بسياستنا احنا بشكل مش لازم اعمل 6-7 ماتشات حبيه عشان اوصل للتوب، الراجل عامل ماتشات بتاعي يعني، فهم شغالين الحمد لله، انت ناقصك تكمل بقى الاستاد بتاعك يجي والدنيا مقفوله عليك. طب يعني احنا انت من على على ارض بقى الماني بقى اللي انت لعبت عليها في حياتك دي كلها، كرة تبقى زي يعني الاصابات تقل كمان نكمل الصورة بإذن الله بالشكل الجميل إن شاء الله. يعني وجهة نظر حضرتك أنت من الناحية الفنية مش شايف إن النادي الأهلي محتاج لعيب بعينه في بوزيشن بعينه، نايم ومش لا عايز أروح أبص أشوف بتمرنوا إزاي وخلاص، أنا شفت في اللعيب بنفسه، أنت عارف لعيب الكورة وأنت فاهم، هو اللعيب خلاص الراجل ده حط له سياسة أنت حبيبي
رأي الرئيس بتاعنا هتديني حديلك عيني ليك. احنا كده كل واحد يعمل اللي عليه كابتن شريف. كل واحد يعمل اللي عليه. ادوني انا انتوا اصحاب الحكايه مش انا. انتوا اللي هترفعوني، انتوا اللي هتودوني في المكانه اللي انا ببص لها ان شاء الله. وده اللي كان اللعيبه بتقوله كمان يا كابتن، ان هو من اول ما قعد معاهم قال لهم انا مش راجل جاي بمرن 12 13 لعيب، انتوا 25 لعيب وما عنديش حاجه اسمه احتياطي وما عنديش حد اسمه اساسي. وليد سليمان هيلعب الماتش ده 90 دقيقه، الماتش اللي بعديه هيقعد، ممكن جدا اللي بعديه كمان يقعد، وبعدين ادخله 10 دقايق، الشيخ كذلك، احمد فتحي كذلك، هاني كذلك. يعني هو فتحي حسبها الظاهر، قال لك المره دي هاني هياخد وانا هجيب ودلوقتي عايز يرجع تاني يقول لك انا طبعا من اللعيبه الكبيره. لكن انا بكلمك على الروتيشن اللي هو محسس اللعيب ان انا عنده عمليه تدوير دي بالظبط. انا انت وماتش كل 3 ايام بيتخلله كمان افريقيا، يعني بيتخلله كاس مصر، يعني عينك على جميع الحاجات وانت مطلوب منك الثلاث حاجات دي، مسؤوليه كبيره جدا على كل الفرق الحقيقه. انما انت بالذات انك انت تبقى بالتيشيرت الاحمر دوليا وعالميا، واداء في افريقيا تحديدا ظاهر قوي، يعني وصلنا وأداؤه في افريقيا ظاهر قوي. اول ماتش كسبت 2-0 بره ارضه، وده كان يوم عيد ميلاد وانا فاكر كويس بالظبط، قلنا لو الراجل ده يعني نيته كويسه هيكسب بره. نزل 2-0 بره اول ما جه، ف او هو حبب اللعيبه فيه كمان واللعيبه فهمته بسرعه. وانا اهم حاجه عندي ان انا احس ان المدرب بتاعي محتاجني او بيثق فيا، دي بتفرق كتير قوي. فهو اكيد محسس كل واحد ان هو ده اللعيب بتاعه. ياما جينا في ماتشات وكنا يقول لي حط الفرقه، اروح حاطط حسين الشحات ومروان ورمضان صبحي مثلا، ابص الاقي جيرالدو هو ناحيه اليمين. ايوه ايوه ده صحيح. وحسين الشحات ناحيه الشمال ورمضان مش موجود. هو عنده احتياجات ورؤيه للمباراه دي، عايز حد يشد، عايز حد يعمل لفتره 40 45 دقيقه وهينزل بعد كده. اللي انا كنت بتخيله ان هو لازم يلعب بيه، هو اللي ايده في الملعب، هو اللي ايده، هو اللي بيحس. وعلى صغر سنه هاني يعني بيفكرني بيه كده، تقدر يعني عامل حاله، خدت بالك، محسسني بقيمه كل شيء بيحصل. ده حقيقي. يعني ده حتى لما بروح اتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب اي ماتش، بحس ان في حاجه، في حاله بتقربني من الماتشات بتاعه بين سبورت، يعني الماتشات اللي انجلترا واسبانيا. احنا بقينا كده، بقينا على المستوى ده. تحس الاجوال اللي بيجيبها علي معلول والانطلاقات اللي بيعملها علي معلول والتحركات اللي بيعملها بقيه اللعيبه، وإليو ديانج ده مسمار في الحته دي، معوضني ومدي براح لحسين، وكانه موجود بقاله سنتين للسوليه ده، مدي ومدي براح للسوليه ده يعمل اللي هو عايزه، بدل ما كانت الكره بتتلعب باص يمين باص يمين باص يمين. لا احنا بقينا اسهم، يعني تيجي تحط انت عندك في البلان كده ما فيش، مش هتقدر تعمل كده، هتلاقي نفسك بتعمل كده وكده وكده، وده سويتشات كده معناها هم بقى بيعملوها لوحدهم. صحيح. وبقى صحيح. بيسرقوا الفرق لوحدهم. صحيح. تبص تلاقي واحد قاعد مش شايفينه عليه هو جو في ثانيه، واللعيبه بقت كلها بتحب بعض. هو ده البلس يعني اللي احنا نورتنا إيجابي. كابتن بجد والله نورتنا وشرفتنا في بيتك، البيت دايماً. الكبير، وان شاء الله دايما طبعاً. دايما ان شاء الله يكون موجود معنا كابتن. شكرا لك، الف مبروك ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن. يا فندم ربنا يخليك. سلم لي على الدكتور. يا دكتور بتاع شقي. احنا بعد الفاصل مستمرين، وعندنا بقى المفاجاه اللي قلنا لكم عليها في بدايه الحلقه، الفنان الكبير بيومي فؤاد.